السلام عليكم خوتنا وحبابنا وكاع لي فان اللي كيموتوا علينا. المهم معكم امين تيغا 28 سنه يوتيوبرز اللي معروف عنده مع كاع اليوتيوبرز ما عنده مشكل مع حتى شي واحد. الحمد لله هادشي اللي كاين خويا. كنت مريه واحد النهار قلت لواحد الدري صاحبي نوض صور ليا شي فيلم لوحو على الله. لحتو داكشي لحت فيلم الاول المهم لقى شويه اقبال. من بعد تلاقيت مع داك امين الفيلالي كشكش اللي معروف راه تبارك الله انا كنعترف به كاحسن يوتيوبرز حاليا واحسن واحد في المحتويات كاملين. تلاقيت معاه المهم وريته الفيديو ديالي وداكشي قلت ليه انا يلا بديت وداكشي واش عندك شي نصيحه وداكشي. قال لي يا اخويا مرحبا وريني الفيديو وشافو داكشي. قال لي المينياتور كيفاش كدار العناوين كيفاش كدار كلشي كيفاش كدار. صافي بقيت غادي على داك السيستيم ديالو هو. حتى من بعد لحت واحد الفيلم اللي ضرب مليون و700 ديال لي في. من بعد لحت واحد اخر تا هو شي 600000 وبقيت غادي الحمد لله. حتى من بعد ولا كيعرفني بنادم. السند ديالي انا اخويا حاليا هي عائله الفيلالي وخويا شهبون وما نساوش اشرف عوينه اللي بدا معايا من الاول. كان صور لي الفيلم الاول اللي لقى اقبال ديال بصاح اللي لقى لي فيه بزاف تبارك الله. تا هو تحيه ليه تحيه لاكرام الفيلالي خويا طشطش امي الفيلالي. وما نساوش السند ديال العائله ديالي اللي الوحيد والاخير في هذه الحياه ديالي هي الام ديالي اللي كنوجه لها الشكر كبير كبير بزاف بزاف. اللي راك عارف هي اللي تتقاتل علينا وكل شيء. الله يخلي علينا والله يطول لنا في عمرنا والله يطول في عمر كاع الامهات ديال المغاربه كاملين وديال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خويا صعوبات صراحه كنواجه واحد الصعوبات اللي انا اصلا ديجا انا خدام فهمتي ندير مع واحد الشركه اللي انا خدام فيها هي اللي فاش كنلقاش الوقت فاش نصور. علاه كنتقاتل هكا كنخدم مع 8 الصباح كنسالي حتى ديك 4 ونص خاصني نخرج نجي يلا نجمع الناس يلا نبدا يلا دقه دقه. هادشي هو الصعوبات اللي عندي. هادو هما الصعوبات اللي عندي كاملين. خويا انا كنلعب على كاع المحتويات. انا كنت كنغني شويه قلبت افلام شويه عاوتاني رجعت اغاني شويه افلام. انا غادي هكا وصافي. المهم داكشي اللي كنلقى فيه راحتي كنلوحو. لحت شي فيلم عجبني كنعاود لوح فيلم. لحت شي ديسك عجبني كنعاود لوح شي ديسك اخر. خويا ما نكذبش عليك انا ما كنتفرجش في الويب. ما نكذبش عليك ما كنتفرج في حتى شي واحد من غير شي صاحبي الا بارطاجي ليا شي فيديو ديالو ضروري ما كنتفرج فيه باش نخلي البصمه ديالي. واحد جايم كومونتير باش نكبر بيه كما تا هو كبر بيا وصيفط ليا الفيديو ديالو باش نشوفه. اكرام الفيلالي كنسميها اختي اللي ما ولدتهاش ليا امي. وهادشي اللي كاتبه لها في التليفون ديالي اختي اللي ما ولدتهاش ليا امي. هذيك السيده بزاف تبارك الله فهمتي عندها شي حاجه اللي بزاف لا في الافلام لا في الفلوغات لا في اي حاجه وقلبها كبير. المهم كتعاون معنا وحنا كنتعاونوا معها وغاد الوقت. وشحال من واحد غلط وقيلا كيقول بيناتنا انا واكرام شي حاجه. هذيك اختي ديال بصح حيت خوها راه خويا ديال بصح وراه كتسمى عائله واحده. حنا انا كنسميها اختي. اكثريه دابا كنلعب على الحاجه اللي كتكون طالعه. كان غادي مع الموجه كنلعب فهمتي على الموجه اللي داكشي اللي باغي بنادم خصني نلوحو ليه. ما خصنيش نشوف راسي انا اش باغي. انا هي راه غنشوف اش باغي غنلوحو. ولكن كاين بنادم اللي هو باغي شي حاجه اللي خصو هو يبقى يشوف يتفرج فيها ديما. اخويا 5000 درهم واخا ما كنهضرش على هادشي الشيء اللي طلع. خويا كنقول لكم باللي راه فريمون كنواجه واحد الصعوبات ما بين الخدمه وما بين التصوير. داكشي علاش كنقول لكم واخا كنتعطل عليكم سمحوا لي بزاف وضروري ان شاء الله الجيل الجديد. كان ديك الساعه كنت حبست واحد الشهر اللي كان كنت مريض فيه وعيان وداكشي ومع الخدمه وستريس وبزاف وقفت. ومن بعد يلا بديت كنلوح ثاني وان شاء الله غيبقاو يشوفوني ديما ليه ديما في الجديد ديما الجديد ديما الجديد ان شاء الله. وتحيه كبيره للاحسن خويا امين الفيلالي وشهبون واكرام الفيلالي وكاع الناس اللي كيبغيو امين تيجر وكيموتوا عليه والناس اللي كيبغيو يتفرجوا فيا. وتحيه كبيره للدراري الصغار اللي كيتلقاوني وكيبقاو يسلموا عليا وغاوتوا امين تيجر امين تيجر. تحيه لهم كبيره وتحيه لكاع اليوتيوبرز المغاربه كاملين. كيف ما قلت لك انا ما عندي حتى شي مشكل مع حتى شي يوتيوبرز. كاع الدراري خوتي بلا ما نجبد الاسماء ديالهم كاملين الدراري اللي طالعين كاملين خوتي. واخا انا ما كنبانش لكم ما كنتصور معاهم وداك الشيء ولكن كيكونوا معايا كيريحوا معايا. ولكن راه ما كن فهمتي ما كنصور معاهم والو. السلام سلام ريح. ما عمرني طلبت من شي واحد انني يطلعني ولا. انا بغيت كيف ما بديت في الاول بغيت نبدي راسي باش نبقى راسي. يعني الا طلعت غنطلع راسي ما غنستناش غدا ولا بعد غدا واحد غيقول لي خويا انا اللي طلعتك انا اللي درت لك انا اللي دفعتك انا اللي دفعتك انا اللي دفعتك. هادشي ما كاينش.